السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة التالتة، أهلا بكم. قعدنا النهاردة مع السكشن التالت الخاص بالفصل السابع الذي هو بعنوان تسعير الأصول الرأسمالية. الفصل السابع ما هو إلا تكملة للفصل السادس. الفصل السادس ممهل أو تقريبا جيب لكل الحاجات اللي أنا ممكن أجيب بها أي معطى في الفصل السابع. إزاي؟ أقول لك الفرق بين الفصل السادس مع السابع بالنسبة لمعطيات المسألة، إن الفصل السادس كان اللي هو دكتور بيجيب لي سهم ألف أو ب أو ج في ظل شكلين. أول شكل اللي هو يجي لي عوائد ليهم ألف أو ب مع وجود احتمالات، أو عوائد ليهم في حالة السنوات السابقة. طيب هنا المعطيات هيبقى سهم ألف مع سهم السوق. سهم السوق معايا ثابت أكيد أكيد، ألف أو ب أو ج مع السوق، السوق بالنسبة لي ثابت. طيب أشوف بس الأول شكل كده المثال، أقول لك أهوت، أدي مثال من المسألة بتاعت الكتاب. بيقول لي هنا إيه، أنا عندي احتمال حدوث في ظل لو كان عندي عائد للسوق مع عائد للبديل ألف وعائد للبديل ب، يبقى أنا عندي احتمالتين. المثال التاني ادي عائد سهم، سميه انت بقى براحتك، ألف أو ب أو ج مع عائد السوق، وكان عندي هنا سنين سابقة، السنة الأولى التانية أو من سنة من اتنين من تلاتة لحد الآخر. المطلوب في هنا وهنا حاجة واحدة بس، اللي هو أوجد معدل العائد المطلوب على السهم ألف لو كان عندي معطيات عوائد السهم مع عائد خالي من المخاطر. طيب نشوف المسألة التانية، عائد أسهم، عائد سوق، سهم ألف أو ب، ومعدل عائد خالي من المخاطرة. أوجد إيه؟ أوجد معدل عائد مطلوب. ففي كل كده الحالات أنا عاوز أجيب معدل عائد مطلوب اللي هو اسمه عين هاد ألف أو ب أو ج، اللي هو السهم الموجود مع سهم السوق. يعني لو كان سهم السوق مع سهم واحد يبقى معدل عائد المطلوب على السهم واحد، وهكذا لحد الآن. طيب معدل العائد المطلوب بيساوي ايه؟ بيساوي عين خ اللي هو العائد الخالي من المخاطرة. ممكن يجي كده او يجي يقول لي اذا كان معدل العائد على السندات الحكومية او اذن الخزانة كذا، زائد بيتا. بيتا ده مقياس للمخاطر، هعرف احسبه دلوقتي. في عين شرطة واو، واو دوت اللي هو رمز السوق، عين شرطة يعني العائد المتوسط او متوسط العائد او العائد المتوقع على السهم السوق، واو اللي هو السوق ناقص عين خ اللي احنا قلناه من شويه العائد الخالي من المخاطر. هقسم بس كده المعادله، هقول اللي من اول بيتا لحد الاخر بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه بدل المخاطره. يعني لو الدكتور جه قال لي اوجد بدل المخاطره، هو هجيب بيتا لحد الاخر، بيتا في عين شرطة واو ناقص عين خ. طيب بالنسبة لنا اللي انا اجيب بيتا لحد الاخر هو اللي انا اجيب المسألة. ليه اصلا؟ لان المعطى عندي بيبقى عين خ، بيبقى اساسا عندي معطى، يبقى سواء اللي عاوز عائد مطلوب او عاوز بدل المخاطرة بالنسبة لي نفس الحل بتاعي واحد. تمام، يبقى انا بقول دوت هيبقى معطى اللي هو عين خ عائد خالي من المخاطرة بالنسبة للمعطى. يبقى أنا هجيب دلوقتي متوسط عائد السوق وهجيب بيتا. متوسط عائد السوق بالنسبة لي مفيش فيه حسابات كتير، هيبقى بالنسبة لي سهل، بس هجيب بيتا يبقى المسألة بالنسبة لي خلصت. طيب بيتا بتساوي ايه؟ غين ألف واو، ألف ده اللي هو العائد الموجود مع سهم السوق. لو كان مثلا هقولها تاني، لو كان السهم السين هيبقى غين سين واو، أكيد واو ديت معايا، غين اللي هي التغير خدناها في الفصل السادس، على سيجما تربيعه اللي هو التباين لسهم السوق. طيب نبدأ واحدة واحدة كده نحل المثال. في ظل أول حالة لو كان عندي احتمالات، هنا دكتور قايل لي إيه؟ أنا عندي هنا سهمين، سهم ألف وب مع سهم السوق. خلي بالك كده أنت عندك حلين، عندك كده مسألتين سؤالين، مرة هجيب معدل عائد مطلوب للسهم ألف، مرة جه معادلة المطلوب للسهم ب،
ما الخبطش نفسي، هقول دلوقتي بس هجيب ايه السهم الف، ثم اجيب بعد كده في وقت تاني السهم ب. يبقى اصبح المطلوب عندي كده دلوقتي، اللي انا عاوز اجيب معدل عائد مطلوب للسهم الف اذا كان معدل عائد السوق بيساوي كذا، ومعدل عائد للسهم الف بيساوي كذا، وكان عندي الاحتمالات لحد الاخر في ظل عائد خالي من المخاطرة 5%. طيب انا كده عندي سهمين، سهم الف مع سهم السوق. اي سهم مع سهم السوق عاوز ليه حاجة واحدة فقط لا غير، اللي هي عين شرطة الف، اللي هي العائد المتوقع على السهم الف بيساوي ايه. هعمل الجدول بتاع الفصل السادس، اللي هو اوله عندي الاحتمال وده معطى، تاني حاجة عندي العائد وده برضه معطى، هضرب بعد كده عائد في الاحتمال وأجمع. يعني 20% في 10% هيديني سالب 2%، 20% في 5 من 10% هيديني 1 من 10% لحد الآخر، لحد ما أوصل ليه أجمعهم كلهم هيديني هنا العائد المطلوب، اللي هو بالنسبة لي العائد المتوقع للسهم ألف وبس. تقف لحد كده، يعني لا اجيب تباين ولا اجيب انحراف ولا اي حاجة خاصة بالسهم الف او اي سهم مع سهم السوق. محتاج منه حاجة واحدة بس، اللي هي معدل العائد المتوقع. طيب سهم السوق هنا طبعا هنا حل تاني، هو من غير ما اعمل جدول هضرب احتمال في عائد احتمال في عائد، في الاخر اجمعهم مرة واحدة هيدي نفس الحل بتاعي. يبقى العائد المتوقع للسهم الف هيساوي 4.1. سهم السوق عاوز له حاجتين، عاوز له عين شرطة السوق اللي هو العائد المتوقع لسهم السوق، متوسط العائد للسوق كلك واحد، وعاوز له اجيب كمان ايه سيجما تربيع اللي هو التباين لسهم السوق. بعمل جدول اللي احنا برضو عملناه قبل كده في الفصل السادس. عندي احتمال هبدأ بيه، الاحتمال عندي معطى اصلا، ثم عائد السوق برضو عندي معطى، ادي الاحتمال وادي عائد السوق، ثم يبدأ حلنا من ايه، اضرب احتمال في عائد احتمال في عائد، وفي الاخر اجمعهم عشان يديني هنا متوسط عائد السوق او العائد المتوقع على سهم السوق. يبقى عين شرطة راه يساوي مجموع الاحتمال في العائد. طيب عاوز اجيب التباين، اجيبه ازاي؟ عن طريق المعادلة دي، اللي هي هبدأ بالاحتمال اللي هو عندي معطى، وافتح قوس واضرب فيه العائد ناقص العائد المتوقع مجموع العائد المتوقع الكل تربيع. يعني هنا في اول حالة هيبقى 20%، افتح قوس في سالب 10% ناقص المجموع الكل تربيع. طيب الحالة التانية 20% في 6% ناقص المجموع الكل تربيع، طبعا المجموع عندي ثابت اللي هو 8%. طيب بعد كده في الاخر انا اروح اجمع كل ده عشان يديني 1024 من 100,000 اللي هو اسمه سيجما تربيع واي. انا هضرب احتمال في عائد اجمع هيديني عائد متوقع، ثم اقول هنا احتمال اهو في العائد ناقص المجموع الكل تربيع، اجمعهم كلهم مع بعض هيدينا هنا ايه التباين. هنا انا ما عنديش جذر خالص، فصل السابع ما عنديش فيه جذر لان مش عاوز الانحراف المعياري. طيب يبقى احنا كده هقول ان المسألة بتاعت هنا في الاول خالص كده يا دكتور قايل لي هنا ايه، انا عندي عائد خالي 5%، يبقى ده 5% وده 5%، انا جبت عائد السوق دلوقتي بيساوي 8%، باقي لي اجيب بيتا. طيب بيتا بتساوي ايه؟ التغير على سيجما تربيع واو، وجبت سيجما تربيع واو يبقى انا بقى التغير احسبه، يبقى بالنسبه لي كده المساله خلصت. طيب التغير طيب انا بعمله ازاي؟ قلنا طريقه سهله جدا، هو بيساوي اصلا ايه، بيساوي مجموع الاحتمال في عائد الف ناقص عين شرط الف في عائد السوق ناقص عين شرط السوق. طيب لو انا كنت سطر سطر كده قلنا اهو، هبدأ فوق في الأول خالص، أدي كده المسألة بتاعتي، هقول اللي هو عائد السوق هنا أهو، اللي هو هقول عين شرط السوق اللي هو كان بيساوي 8%، كده بالقلم الرصاص عشان بالنسبة لك تبقى إيه، بالنسبة لك واضحة يعني.
معدل عائد على السهم ألف اللي هو عين شرط ألف، أنا كنت جايبها من شوية 4.1%. هقول هنا إيه التغار بيساوي، هبدأ بسهم السوق، السهم ألف مش فارقة معايا خالص. لو أنا هبدأ بالسهم ألف هقول إيه الاحتمال اللي هو 20%، هنقل هقول فيه، يبقى فيه هبدأ بالسهم ألف يا شباب، السهم ألف اللي هو السالب 10% ناقص عين شرط ألف اللي هو 4.1%، هنقل هقول فيه في إيه سالب 10% اللي هو عين واو اللي هو عائد السوق ناقص عين شرط واو اللي هو 8%. طب هنزل صف تاني هقول زائد، زائد ايه 20% في 5 من 10 ناقص 4.1 في 6 من 10 ناقص 8. هنزل الصف التالت اقول زائد 20 في 5% ناقص 4.1 في 10% ناقص 8، زائد الصف الرابع اللي هو عندنا 20% هنقل هقول في 10% ناقص 4.1% في 14 ناقص 8%، زائد آخر حاجة 20 في 15 ناقص 4.1 في 20 ناقص 8%. كنت قلت هنا حاجة سهلة تانية اللي هي ايه، هعمل كده ان هنا عندي 5 كده احتمالات، هعمل 5 سطور 1 2 3 4 5. المقول بيساوي الاحتمال في الاحتمال في، يبقى انا هسقط الاحتمال خلال الخمس او في الخمس سطور. هقول في بادئ بالسهم ألف سقط لي بعد كده عوائد السهم ألف اللي هي كانت بتساوي سالب 10.5% لحد الآخر، ناقص عين شرط ألف ديت كلها ثابت معايا، أنا جايبها أول حاجة جبتها بالنسبة لي اللي هو 4.1. هقول في هفتح قوس هسقط عوائد سهم السوق اللي هي كانت بتساوي كام، سهم السوق أهي سالب 10 و6 و10 14 20، سالب يعني هو سالب 10 و6 و10 14 20 ناقص عين شرط السوق اللي هو بيساوي 8%، وكل سطر زائد التاني عشان يطلع لي هنا ايه التغير بين سهم ألف مع سهم السوق اللي هو بيساوي علامة 0 0 هنا، بعد كده 8 5 8 805 و 850 من 100 ألف. طيب بإذن بالنسبة لي كده أعرف أجيب دلوقتي معامل بيتا، هقول معامل بيتا بيساوي المعلقة فوق خلاص اهي التغير بين السهم ألف مع سهم السوق على سيجما تربيع للسوق، سيجما تربيع أنا جايبها من شوية بيساوي اهوت 1024، يبقى بالنسبة لنا خلاص أنا عشان تبقى كلها واضحة بالنسبة للشباب كلها، يبقى بيتا بيساوي التغير بين السهم ألف معلش السهم ألف مع سهم السوق اللي هي بيساوي التغير هو اللي هو 858 على سيجما تربيع واو اللي هو 1024 كلهم من طبعا 100 ألف، هيديني بيتا بيساوي 84 من 100. إذا معدل عائد مطلوب بيساوي معدل عائد خالي من المخاطرة اللي هو معطى 5% زائد بيتا أنا لسه حالا جايبها اهوت في عائد السوق 8% اللي هو عين شرط واو أهو ناقص العائد الخالي من المخاطرة اللي هو 5%، وأنا هجمعهم هيطلع لي هنا 7.5%. لو هو طلب بعد كده من السهم ب نفس اللي أنا عملته مع السهم ألف هعمله مع السهم ب، احنا جاي بالنسبة لنا رقم واحد هرجع تاني اهوت عشان اقول رقم واحد عندي هنا في الحل، هجيب عين شرط الف او اي سهم مع سهم السوق اجيبه ازاي، بضرب الاحتمال في العائد ثم اجمع سهم السوق، هجيب ليه حاجتين، هجيب ليه عين شرط السوق اللي هو برضو بيساوي الاحتمال في العائد ثم اجمعه، وبعد كده عاوز اجيب له التباين بجيبه ازاي، الاحتمال في العائد ناقص مجموع العائد المتوقع لسهم السوق الكل تربيع
يعني 20 في سالب 10 ناقص 8% لكل تربيع، 20 في 6 ناقص 8 لكل تربيع، 20 في 10 ناقص 8 لكل تربيع لحد الآخر. هجمعهم هيديني هنا سيجما تربيع واو. بإذن كده آخر حاجة هنا بالنسبة لي هجيبها اللي هي التغير. التغير أجيبه إزاي؟ عن طريق المعادلة اللي هي بيساوي مجموع الاحتمال في عائد أ ناقص ع شرطة أ في عائد السوق ناقص ع شرطة السوق، طبعا لكل احتمال من الاحتمالات عشان أجيب التغير. طيب بالنسبة لحل كده بسيط خالص، أنا عندي كام احتمال؟ 5، يبقى أنا عندي 5 سطور. أول طبعا أول عمود بالنسبة لي أنا أروح مسقط فيه الاحتمال كما هو، يعني أنا عندي 20 20 أي كانت السبب بتاعته هنزله زي ما، ثم في هفتح قوس حاجة ناقص حاجة حاجة ناقص حاجة. أول حاجة عندي أو أول عمود اللي هو ناقص ده هنزل فيه العوائد الخاصة بدي السهم ألف اللي هي دي زي ما هي، سالب 10 نص 5 10 15، سالب 10 نص 5 10 15 ناقص عين شرطة ألف، ودي بالنسبة لي أنا لسه هنجيبها اللي هي 4 1 اهيت ثابتة معايا في كله. في هفتح برضو قوس نفس اللي أنا عملته مع السهم ألف هعمله مع سهم السوق، هنزل عوائد سهم السوق اللي هي سالب 10 6 10 14 20، سالب 10 6 10 14 20 ناقص عين شرطة السوق اللي هو بيساوي كام؟ 8% نفس النظام. ثم هجمع كل سطر مع السطر التاني عشان يديني في الآخر التغير الخاص بالسهم ألف مع سهم السوق. يبقى إذا كده إن كده بالنسبة للمعطيات كلها أو المطلوب اللي أنا عاوز أو المفترض يكون موجود عشان أحل المسألة بالنسبة لي كده واضح خلاص. بقينا بس اجيب بيتا، اقول بيتا بتساوي التغير على التباين. التغير انا حاسبه من شوية وادي التباين انا جايبه برضو، هيطلع لي هنا بيتا بيساوي 84. بإذن معدل العائد المطلوب لسهم الف تاني بيساوي الخالي من المخاطر اللي هو معطى زائد بيتا اهيت في عائد السوق انا لسه حالا جايبه ناقص العائد الخالي من المخاطرة. يبقى كده خلصنا اللي هو المعطى من يسألني بعد كده يقول لي طب عاوز انا بدل ايه؟ بدل المخاطرة اهو من اول بدل لحد الاخر اللي هو بيساوي هنا كام؟ علامة 0 2 5 2. موافقين يا شباب؟ ولو في اي سؤال انا معاكم ان شاء الله. هنكمل بعد كده مثال على الفصل السابع بس في ظل حالة ايه السن السابع. موافقين؟ وان شاء الله اتمنى اشوفكم على خير والتوفيق.